يواجه فريق العين الإماراتي فريق الهلال السعودي في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا لكي تشاهد من المباراة مع الافضل في شكرا لكم مسبقا ملعب المصطفى للمباراة المباراة ملعب هازا بن زياد ستيديوم بالعين في تم الساعة السابعة مساء بتوقيت الإمارات والسعودية وقطر والساعة السادسة بتوقيت القاهرة والساعة الخامسة مساء بكل من توقيت المغرب والجزائر وتونس وسوف تنقل المباراة عبر قناة بين سبورت سي اثنين و اس اس سبورت جدي و عيد تجدون البث في صندوق الوصف نتمنى لكم فرجة ممتعة لا تنسوا لايك و الاشتراك بالقناة و تفعيل الخاصية الجرس على الكل لكي توصل دائما بوعيد و تفاصيل المباريات القوية و المقبضة و في مواطن قادم